عمر البوشي، مهندس عمر البوشي عارف الفرق، مهندسة اسمعيان عارفة الفرق، الباقي لا. هو احنا قلنا لا. طب خلاص انا اقول لكم الفرق باختصار شديد، يعني باختصار شديد الاتنين هو عبارة عن اتحاد شركات او اتحاد اكثر من طرف عشان يؤدوا ايه عمل معين، مش شرط شركات. لكن في الكونسورسيوم خلاص كل كيان بيحتفظ بكيانه، يعني كل واحد فيهم له كيانه القانوني. اما في الجوينت فينجر فكلهم بيعتبروا كيان واحد، خدت بالك؟ بيخشوا كأنهم اندمجوا، خدت بالك؟ يعتبروا كيان واحد. ولو هم في دولة مثلا أجنبية أو أيا كان، بيبقى عندهم مشكلة كبيرة قوي في حاجة اسمها ضريبة القيمة المضافة. هذه الضريبة اللي هي ضريبة المبيعات عندنا في مصر، بس في الخارج اسمها ضريبة القيمة المضافة، التي في آه خلاص، أو الفات بالإنجلش، تمام؟ دي في الحالة ديت بيستردوها بعد مرور سنة، فبالتالي بتبقى مشكلة كبيرة في الجوينت فينشر، لأن أنت الفلوس دي بقت بتاعت الكيان الجديد ده، بينما في الكونسورسيوم بيعرفوا يستردوها، تمام؟ فباختصار كده هو الكونسورسيوم، ان انت الناس كل واحد محتفظ بكيانه، ولكن هو عمار اتحاد. الجوينت فينشر لا، ده بيتشكل له شركه جديده خالص لها كيان قانوني جديد، كل واحد فيهم ليه نسبه خلاص. وبعدين لو حصل حاجه ما بيروحوش يرجعوا بقى على الشركات الام والحاجات دي، ما لهمش دعوه. بينما الكونسورسيوم لا، انت كل واحد ليه كيان قانوني، ممكن ارجع عليك، تمام؟ في الجوينت فينشر لا، ارجع على الكيان اللي اتشكل جديد. هي دي التيمينج اجريمنت، يعني ده الانواع اللي موجوده. طيب هنا بيقول لك الريسك بقى، واحنا اتفقنا ان الكلام دوت ايه مش مظبوط بدرجه كبيره، ان الفيكسد برايس الريسك ناحيه الباير لو، ناحيه السيلر هاي. الكوست ريمبرسبل بيقول لك لا، دي ناحيه الباير هاي وناحيه السيلر لو. التايم اند ماتيريالز بيقول لك هي هاي ناحيه، طبعا هاي دي شويه ناحيه الباير، لان هو مش هيعرف، ممكن المواد ما تدلوش برودكتيفيتي وشغال تاني بيعدي له عليها. طيب البروكيرمنت مانجمنت خلاص قلنا احنا شغالين في الايه، في الجزء البلاننج بتاعها. جزء الكلوزنج خدناه لو انتوا فاكرين خدناه. طيب ايه الهدف من البلان بروكيرمنت؟ بلان بروكيرمنت قال لك ان انت بتكريت الايه، البروكيرمنت مانجمنت بلان. فاكرين في اوائل محاضراتنا قلنا كل حاجه ليها بلان، والبلانز دي كلها بتخش على البروجكت مانجمنت بلان. ادي انت قابلت الايه، البروكيرمنت مانجمنت بلان، وبتبتدي كل اكتيفيتيز تقول هجيبه منين وهوفره ازاي، وبتكون محتوية على الميك اند باي اناليسز، بناء على ايه قلت ايه، هجيبها باول باطن ولا هعملها انا او خلافه، تمام؟ طيب الشكل هنا قد يكون غير واضح شوية ليكم، تمام؟ ولكن هو الشكل ده خاص بالبلان ايه، بروكيورمنت. باختصار شديد هتلاقي ان انت عشان تبتدي تشتغل، شوفوا بقى محتاج ايه، عدوا معايا، محتاج الريسك ريجستر، ومحتاج السكوب بيز لاين، ومحتاج الكوست بيرفورمانس بيز لاين، كل دول شويه الرسومات اللي على الشمال دي، ومحتاج البروجكت سكيدول، ومحتاج البيزس اوف استيميتس اللي انت عملت استيميت على اي اساس، ومحتاج الاكتيفيتي ايه، كوست استيميتس. طيب كل دول عشان تطلع مين؟ تطلع البروجكت مانجمنت بلان. طب ايه اللي تحت ده؟ تمام اللي هو ده، ده اللي هو البروجكت نيد بقى. البروجكت نيد ان انت قاعد بتعمل الايه، الاناليسيس بتاعك لكل باكج اشتريها ولا انفذها انا، تمام؟ طيب يبقى طلعنا ايه، هنطلع بروجكت مانجمنت بلان، سوري بروكيورمنت
مانجمنت بلان خلاص بيبقى فيها كل الكومبوننت بتاعت البروجكت بقى خلاص، والنيدز هجيبها منين وكل حاجه هشتغلها ازاي، تمام، تجي لها الريسورسز بتاعتها ازاي. طيب من هذا المنطلق بقى قال لك احنا قلنا البروكيورمنت عمليه يجب ان هي تكون عمليه موثقه خلاص، قال لك ليها دوكيومنتس. الدوكيومنتس دي عباره عن ايه؟ عن الكونتراكت ستيتمنت اوف ورك والبروكيورمنت دوكيومنتس وحاجه بنسميها ايفالويشن اند سيلكشن كرايتيريا خلاص، بناء على ايه هختار الناس اللي اشتري منهم الحاجات خلاص. البروكيورمنت مانجمنت بلان هتديك ديتيلز قلنا عن كل الايه الحاجات اللي انت هتجيبها بناء على ايه، والبروسيدير حتى بتاعك اللي هتمشي بيه ماشي ازاي. طيب يبقى هتحتوي بقى على ايه؟ هتحتوي على ازاي تاخد وتعمل ازاي تاخد القرار بتاع الميك اور باي اناليسيس، وازاي ايه تكون عملت له تحليل، وازاي تعمل كواليفيكيشن للمقاولين او الموردين بتوعك خلاص، وانهي نوع من العقود تستخدمه، تمام. ايضا كل واحد مسؤولياته ايه، ومين مسؤول عن الابروفال وتوقيع العقود وخلافه خلاص. طيب لو الكلام دوت، لو احنا اللي شغال في شركات كبيره بيلاقي ان الكلام ده عندك اداره وعندك مهندسين بيعملوا هذا الكلام. طب لو انت ما عندكش يبقى البروجكت تيم بتاعك ايه هيبتدي ايه هو اللي يعمله. والبروكيورمنت دوكيومنتس دي في اغلب الاماكن هتلاقي لها ستاندردز ومودلز، تمام تمام لحد كده. في حد فاهم حاجة؟ طيب اللي مش فاهم حاجة يختار اوبشن واحد، واللي فاهم حاجة يختار اوبشن اتنين. عندنا 9 فاهمين واربعة مش فاهمين، 10 فاهمين واربعة مش فاهمين. طيب الاربعة اللي مش فاهمين ايه؟ يكتبوا لنا، احنا ما فيش مشكله، احنا ما فيش كسوف يعني. طيب الاربعه اللي مش فاهمين، حد فيكم اشتغل بروجكت مانجمنت قبل كده او حد شغال في هذا المجال؟ قال لي دخل متاخر. طيب ما خلاص تابع التسجيل. طيب نكمل بقى، لو حد من يعني اللي مش فاهم يقول لنا مش فاهم ايه عشان نشرحه له. ده اللي مش فاهمين بيزيدوا. لا جيست 75 لو سمحت، اللينك اللي حضرتك حطيتها ايا كانت حاجه كويسه او حاجه مش كويسه يا ريت ما تتكررش او هتخرج بره الكلاس. اي مصطلح يا باشمهندس احمد مختار؟ مصطلح اللي انت عايزه. البروكيورمنت انت اعتبرها يا سيدي ابسط تعريف ليها هو كانك مش بس مشتريات، لفظ محدود عليها يعني، هي احتياجات، توفير احتياجاتك يعني. ندخل بقى على التولز اللي بعمل بيها الميك اور باي اناليسيز. الزملاء اللي مش فاهمين ما قالولناش مش فاهمين ايه، فمش هنعرف نجاوبهم بقى، يكتبوا لنا مش فاهمين ايه عشان نقدر نقول لهم تاني. طيب انا عايز انفذ انا او اعمل الحاجه دي انا خلاص، ولا هروح زي بالظبط خلينا ناخد ميك اند باي ديسيجن ممكن تكون الناس كلها بتاخده كل يوم خلاص. هتغدى خلاص، هتغدى في البيت ولا هتغدى في مطعم؟ اهو ده ميك اند باي اور باي ديسيجن خلاص. ميك الناس اكلت في البيت خلاص وعملوا الغداء بتاعهم في البيت، ده ميك.
باي راحوا بره اكلوا في مطعم. خلاص يبقى انت اوريدي اهو، احنا قلنا قواعد اداره المشروعات بتطبقها يوميا في حياتك في كل حاجه. خلاص تعال نشوف بقى الميك اند باي اناليسيس بقى، وانت رايح اهو قاعد يا ترى اكل بره ولا اكل في البيت النهارده وكده. بتتم العمليه دي ازاي؟ بتتم العمليه خلاص، الاول اقول انا محتاج ايه، يبقى ايدنتيفاي محتاج اكل ايه او ايه الاحتياج بتاعي. طيب خلاص يبقى احدد الاول احتياجاتي، زي يبقى انا في مشروع احدد الايه الاحتياجات بتاعتي، سواء كانت برودكتس ماتيريال مش عارف ايه، يبقى انت بتحدد الايه برضو الحاجات اللي انت محتاجها للغدا ده. خلاص ابتدي بعد كده ابتدي احلل الاحتياجات دي خلاص، واشوف مين فيهم موجود ومين فيهم مش موجود، خدت بالك؟ وابتدي اقول اه لا طب انا ممكن اتغدى في البيت بس انا لسه محتاج، بس ما عنديش ملح فهجيب ملح، ماشي خلاص تمام. وبالتالي بناء على هذه الاحتياجات بحلل بقى واخد القرار، يا اما اكلت في المنزل يا اما طلعت بره. طيب ديسايد بقى والله هبتدي اخد القرار بتاعي بناء على المعطيات ديت. يبقى انت بتمر بثلاث مراحل، ايدنتيفاي انالايز ديسايد. طيب انت النهارده محتاج خلاص، خدت بقى قرار بتاعك هتعمل يا اما ميك اور باي خلاص. طيب مين بقى مين اللي هيبتدي يشتغل في القصه دي ويعمل لنا لسته بقى بالايه بالحاجات المطلوبه ان هي تبقى ميك والحاجات اللي مطلوبه ان هي هتبقى باي؟ البروجكت ايه؟ تيم او القسم المسؤول عن البروكيورمنت في الايه في الشركه اللي انت فيها. طيب طيب في التكنيكس دي خلاص اللي انت هتستخدمها هتعتمد على عده عوامل. خلاص ايه العوامل دي؟ طبعا نوع الحاجه اللي انت عاوزها برودكت او غيره، والداتا الافيلابل عندك، واذا كان دوت حاجه على اللونج ران وعلى الشورت ران، خدت بالك؟ طيب وعلى السوق تمام، وهل انت عندك في السوق زي ما بيقول لك كده واحد محتكر مثلا يعني انا اوكي زي مثلا هل عندك انت مصدر وحيد؟ ما فيش واحد يعني مثلا واحد محتكر هذا الموضوع ما تعرفش تجيب خد منه تمام. طيب ممكن يكون عندك ايه اكتر من ايه من مصدر، هما دول الايه ال الاثنين اوبشن او الاشياء الموجوده، يا اما مصدر وحيد يا اما عندك ايه اكتر من ايه من مصدر يستطيع ان هو يورد لك هذا الشيء. طيب النهارده بقى انت اخذت الميك اند ايه اند باي اور باي ديسيجن. خلاص ميك اور باي ديسيجن انت اخذته. طيب لما خدته بقى هتبتدي تعمل ايه؟ بروكيورمنت ستيتمنت اوف ورك. عايز تاكل ايه النهارده؟ عايز اكل كذا، وحطيت له بقى مواصفاته خلاص علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر هتشوف بقى اروح انا مواصفات الاكل اللي انا عايزه ايه. خلينا ما نتكلمش على مشاريع خالص، خلينا نتكلم على حاجه عاديه جدا. طيب خلاص بقى عملت عرفت انت عاوز تاكل ايه. طيب ماشي، عايز بقى انت تحط ايفالويشن كرايتيريا بقى، انت بتحضر للايه للبروكيورمنت بقى ايفالويشن كرايتيريا. طب انا هفاضل بين المطاعم على اي اساس؟ خلاص هنا بقى حته البروكيورمنت دوكيمنتس دي ممكن ما تتطبقش على حكايه الايه المطعم، وان كان مثلا لا والله ده انت رايح تاكل او عازم ناس على حساب الشركه فلازم تجيب ايه مستندات ان انت دفعت في المطعم او خلافه يعني، او حتى لو انت في المنزل احتمال برضو بتجيبها عشان ايه بعد كده قدام شوية اخر الشهر تبقى تأنبهم يعني.